السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الذي يحدث في هذا الكوكب؟ فعلها القيصر بوتين. أنام ساعتين بس أقوم ألاقي الحرب جامت. إيه ده؟ ما فيش اعتبار أبدا لمخاليق ربنا. الواحد ما يعرفش ينام في الكوكب ده ولا إيه. فعلها القيصر بوتين، فعلها وأعلن الحرب على أوكرانيا، وأعلن غزو أوكرانيا، وأعلن دعم المسلحين في أوكرانيا. بوتين لا يلعب، بوتين لا يهزر، روسيا لا تلعب. روسيا القيصرية تريد أن تستعيد أمجاد الاتحاد السوفيتي، تريد أن تستعيد أمجاد روسيا القيصرية كما يريد أردوغان أن يستعيد أمجاد الدولة العثمانية. روسيا لا تخاف من أحد، روسيا لا تتهدد، روسيا لا تقبل التهديدات، روسيا تضرب شمالا وجنوبا، روسيا دخلت إلى سوريا، روسيا دخلت إلى ليبيا، روسيا تتمدد في كل مكان، روسيا لا تخشى من أمريكا ولا من غير أمريكا. أوراق اللعبة قد تغيرت في العالم كله، هناك قوى أخرى غير أمريكا، هناك تركيا، هناك الصين، هناك القيصر بوتين. روسيا أعلن، صحيت النهاردة لقيت بوتين أعلن الحرب على أوكرانيا، وأنا كنت قلت لكم في الحلقة السابقة إن بوتين مش هيعديها بسلام، لن يسمح أبدا مطلقا مهما كان ومهما حدث ومهما يحدث أن تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو. من المستحيل أن يسمح إن أوكرانيا تنضم لحلف الناتو. ليه؟ كانوا سمحوا له أمريكا زمان سنة 1962، كانوا سمح جون كينيدي ليهم إن هم يحطوا الصواريخ في كوبا، أزمة الصواريخ الكوبية. في سنة 62 كانت روسيا عملت مع كوبا ان هي تحط صواريخ في كوبا ايام فيدل كاسترو، فنجلت روسيا صواريخ وراحت مركباها وحطها في كوبا. امريكا الدنيا جامت، الدنيا ولعت، كانت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وبين امريكا. مستحيل، هذا يهدد الامن القومي الامريكي. وفعلا اضطرت روسيا ان هي تشيل الصواريخ من كوبا، وسميت ازمة كوبا، كانت تسبب في حرب عالمية ثالثة. وبالتالي حصل تسوية سرية ان كان فيه امريكا عاملة صواريخ في تركيا، فاضطر قعدوا كده المخابرات والسي اي اي والمسائل دياتي، وقعدوا مع بعضهم وراحوا مظبطين الدنيا، وقال لك روسيا تنسحب من كوبا وامريكا تنسحب بالصواريخ بتاعتها من تركيا، وسويت الازمة. لكن قوانين اللعبة تغيرت الان، بوتين لن يسمح مطلقا بتهديد الامن القومي الروسي. يعني بوتين تعلب، بوتين رجل مخابرات، بوتين لديه أجندة ويعرف ماذا يفعل، وعنده كمان الناس اللي معاه ناس على أعلى مستوى من المكر والذكاء والدهاء. يا جماعة ده عندهم رجل اسمه سيرجي لافروف، أنا متهيجلي لافروف دواتي، لافروف هو اللي اخترع السياسة، ده رجل كارثة، ده رجل مصيبة، سيرجي لافروف وزير الخارجية، وزير الخارجية الروسي ده، يعني ده حاجة ما حصلتش. ده بوتين نفسه بيقول عنه ايه؟ بوتين يقول لك لقد ان لافروف بيتخذ سياسة خارجية هجومية. ودائما ما اذكر لافروف انه ليس وزير الحربية، يعني مش هو وزير الدفاع. بوتين يقول لك انا بفكر ان انت مش انت وزير الدفاع. فشوف يعني الناس متوافقين، الناس فاهمين، الناس عارفين هما ما يعملوا، الناس عارفين هما هيضغطوا ازاي. فشوف هما ضغطوا ازاي، شوف هما اعلنوا ان هذه الجمهوريتين اللي هم موجودين في اوكرانيا الاستقلال بتاعهم، ان هم خلاص روسيا كده دعمتهم، انتهى الكلام، فاصبح عندهم اراضي في البتاع، باضافه الى جزيره القرم. فروسيا عندها مبررات قانونيه، هيعملوا ايه مثلا؟ هم هيعملوا ايه؟ هيفرضوا شويه عقوبات على روسيا، هيفرض شويه عقوبات، هيقول لك مش عارف ايه، ونفرض على البنوك ونفرض على رجال الاعمال والكلام اللي هو ايه ده. فهم فروسيا هتعمل ايه؟ هتتمدد اكتر، هيفرضوا هم عقوبات، هتقول لهم اوكي روسيا انا هننسحب، انا هننسحب بس بشرط، شرطين. الشرط الاول هو رفع العقوبات، زي ما عملت ايران بالظبط في الملف النووي. الملف النووي عشان ايران تستمر، غير تستمر في المفاوضات لازم ترفع العقوبات، فهو ده كل ده تخطيط برضه. فروسيا هتقول لهم انا ممكن انسحب بس ترفع العقوبات ولا تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، لأن ده بيهدد الأمن القومي. وهنا ده بيذكرنا بإيه؟ ده بيذكرنا بصدام حسين وغزو الكويت. طبعا نحن أبدا ودائما ضد احتلال أي دولة مستقلة، إحنا بس بنقارن في التاريخ. ما الفرق بين بوتين وما الفرق بين صلاح وما الفرق بين ما الفرق بين صدام حسين؟ إيه الفرق؟ الفرق واضح جدا، أن صدام حسين عربي وأن بوتين ليس عربي، روسي. أن صدام حسين مسلم وأن بوتين ليس مسلم مثلا، فالقرارات بتأخذ على هذا الشكل. فشوف اللي حصل لما صدام حسين احتل الكويت،
لما دخل الكويت، لما غزا الكويت، نفس القصة بالضبط. هي القصة كانت حدثت أصلا قبل كده في التاريخ، يعني قصة إن دولة تغزو دولة. كانت ألمانيا غزت بولندا في الحرب العالمية الثانية، فلما ألمانيا غزت بولندا دخلت بريطانيا الحرب، ومن هنا انطلقت شرط الحرب العالمية الثانية. شوف، دولة غزت دولة تسببت في حرب عالمية. ألمانيا غزت، هتلر دخل راح أخذ بولندا، فبريطانيا أعلنت الحرب لأن ده بيهدد أمنها، فبريطانيا أعلنت الحرب، فدخلت جنب مين؟ دخلت جنب دخلت الحرب. فرنسا أعلنت، دخلت جنب مين؟ جنب بريطانيا. إيطاليا دخلت جنب مين؟ إيطاليا دخلت جنب ألمانيا، وهكذا وهكذا وهكذا، لحد ما بيجي في دول حلفاء ودول محور وحرب عالمية تانية راح فيها أكتر من 85 مليون بني آدم، يعني أعظم الحروب في التاريخ وأقوى الحروب في التاريخ مثلا. فشوف غزو دولة، هل يؤدي غزو بوتين ليه أوكرانيا إلى حرب عالمية؟ أنا لا أعتقد ذلك مطلقا وأبدا ومن المستحيل. نرجع لموضوع صدام حسين. صدام، ما الفرق بين صدام وبين بوتين؟ قلنا احنا الفروق اللي بين صدام وبين بوتين، إضافة أن صدام لا يمتلك نفس القوة التي يمتلكها بوتين، إضافة إلى أن صدام عربي، وإضافة أنهم لن يسمحوا مطلقا بأن أي دولة عربية اللي هي يكون لها صوت، ويكون إضافة أن روسيا عندها في مجلس، عندها في عندها حق الفيتو، العراق ما عندهاش حق الفيتو. فشوف هم عملوا في صدام حسين، يعني بعد بعد ما اعلنوا التحالف وبعد ما طلعوا صدام حسين من الكويت، وجميع الدول العربيه اصلا رفضت الكلام دواتي. وكان ممكن يعني شوف انا استغرب يعني استغرب حاجه واحده، ما استغرب مثلا حاليا هذه امريكا لا تتحدث حاليا، شوف خد بالك، امريكا حاليا لا تتحدث بلغه التهديد، الناتو لا يتحدث بلغة التهديد، هم كلهم بيقولوا احنا يا احنا عايز هنفرض عقوبات اقتصادية. اول صدام ما دخل الكويت كانت الدنيا خربانة، كل التهديد والوعيد ومش عارف ايه، وقامت القوات والتحالف ودخلوا وضربوا العراقيين وخرجوهم من الكويت. طبعا احنا قلنا المبدأ ضد احتلال اي دولة وضد اعتداء على اي دولة، الكويت دولة شقيقة ودولة لا، يعني احنا ضد هذا، احنا عالم بتكلم عن كيفية معالجة المشكل. ما هم الامريكان اللي ضحكوا على صدام حسين، الامريكان نفسهم قالوا الكويت دي اصلا محافظة تابعة للعراق، فانت من حقك تاخد. الامريكان المخابرات هم اللي ورطوا صدام، قالوا انت لو خدت الكويت الموضوع منتهي، ليه؟ ارض الكويت منخفضة عن ارض العراق، فبتسحب البترول اللي موجود في العراق، فهي دي تبعك اصلا تاريخيا دي، فانت تدخل تاخد الكويت. فدخل صدام، اول ما دخلوا راحوا ايه ادوا يعني راحوا هم اول ناس وقفوا ضده. فطبعا احنا ضد الكلام دواتي مطلقا، بس احنا متكلم عن الفروق التاريخية. هنا الفروق فين؟ الفرق في القوة. صدام حسين لا يمتلك نفس القوة التي يمتلكها بوتين، صدام حسين عربي بوتين ليس عربي، صدام حسين مسلم بوتين ليس مسلم. فشوفنا احنا اللي حصل في العراق، بعدها مباشرة امريكا لفقت للعراق ايه سببين مهمين جدا ودخلت العراق بمفردها. السبب الاول ان قالت لك صدام حسين على علاقة بتنظيم القاعدة، السبب الثاني ان صدام حسين بيمتلك اسلحه دمار شامل. وبعد اجتياح العراق في 2003 وبعد تدمير العراق لحد النهارده والعراق مدمر، بعد العراق ما كان القوه الرابعه عالميا، بعد ما كان من اوائل الدول المصدره للبترول، بعد ما كان في 9 مليون مصري يعملون في العراق، بعد ما كانت العراق دوله ذات هيبه، بعد ما كانت هي الحزام بتاع الدول العربيه من ناحيه من هذه الناحيه، أصبح العراق الآن مدمرا تدميرا شاملا. وشفنا الأحداث اللي بتحصل إحنا في العراق، وتنظيم الدولة اتخذ من العراق قاعدة له وانطلق من العراق. شفت الكوارث، شفت الدينار العراقي، كان الدينار العراقي طول كده، كنت تشوف دينار عراقي وعليه صورة صدام حسين، ولا الشيء رهيب. الدينار العراقي ده كان عنده قيمة رهيبة، قيمة سوقية رهيبة جدا. شوف العراق وصل لحد فين. ولما دخلت أمريكا العراق لم تجد أسلحة دمار شامل في العراق، وأثبتت أن ما فيش علاقة بين صدام حسين وتنظيم القاعدة، وقال لك هذا خطأ مخابراتي، المخابرات غلطت في التقدير، المخابرات أخطأت في التقدير، دمرت بلد عشان تقول المخابرات أخطأت في التقدير. فشوف التاريخ، أنا عايز أقول لك التاريخ، يعني التاريخ عايز يثبت وهو وبوتين نفسه قال الكلام ده، قال لهم أنتوا دخلتوا دمرتوا العراق وبعدين قلتوا المخابرات أخطأت. هنا يا جماعة لابد أن نتعلم درس مهم جدا من هذه الأحداث التاريخية، القوة هي القوة، لابد أن كل دولة يكون لديها القوة، القوة عن القوة على الدفاع عن مقدراتها، عن أرضها، عن ذاتها، عن سيادتها، عن شعبها. القوة لابد أن تمتلك قوة، وليست قوة عسكرية غاشمة فقط، لابد أن تمتلك قوة اقتصادية.
لابد أن تمتلك قوة سياسية، لابد أن تمتلك قوة عسكرية. يعني دول ما ينفصلوش عن بعض. قوة اقتصادية، منين تيجي القوة الاقتصادية؟ تيجي القوة الاقتصادية من التنمية، من الاهتمام بالتعليم، من تمتلك قوة علمية، تمتلك قوة. يا جماعة ده وزارة البنتاغون الأمريكية، الدفاع الأمريكية، أكتر من 700 مليون دولار، داخلة على تريليون. وزارة الدفاع الميزانية بتاعتها أقوى وزارة الدفاع في الكرة الأرضية، في الكوكب الأرض. فشوف الناس، الناس بتشتغل، الناس بتنمي، بتشتغل. مش عايزين ندخل في الحتة دي، احنا متكلم عن بوتين الذي يتحدى بايدن. ترامب قال لك لو كان ذلك في عهدي ما كانش بوتين يجرؤ ان هو يعمل كده. يا سيدي كان في عهدك، مش في عهدك بوتين كان هيعمل كده. لان بوتين بوتين عايز يوصل للعالم، للناس، للدول كلها، يا جماعة امريكا ليست قوية، ولا الاتحاد الاوروبي ليس قوي. الناس لما حيلتهم الكاملة ان هم يفرضوا شوية عقوبات. هل تعتقد أن هناك حرب عالمية ثالثة سوف تتمخض عن غزو بوتين لأوكرانيا؟ لا أعتقد ذلك مطلقا، بل أعتقد أنه من المستحيل، بل من رابع المستحيلات. ليه؟ لأن ما فيش حد عايز كده، وما فيش حد يتمنى كده، وما فيش حد بيخطط لكده. ليه؟ لأن بوتين هيضرب، يعني في حال أن يحصل أي اعتداء هيضرب سلاح نووي. وطبعا دواتي يعني ما فيش حد هيقبل ان دواتي يحصل مطلقا. فهم هيحاولوا يطوقوا روسيا ويضغطوا عليها عشان تنسحب من اوكرانيا. وبالفعل روسيا سوف تنسحب، ولكن هتنسحب بشروط، انه ياخدوا ضمانات ان اوكرانيا لا تنضم لحلف الناتو علشان ما يهددوش الامن القومي بتاعه روسيا، وانه يرفع العقوبات عن روسيا، وكأنك يا ابو زيت ما غزيت وخلاص على كده. فعرفتوا بقى الفرق بين مين؟ الفرق بين صدام حسين والفرق بين بوتين. القوة، أن تمتلك القوة، القوة بجميع نواحيها، مش القوة الكلامية، مش القوة الخطابية، لا، القوة الحقيقية، السند والقوة والدعم. فروسيا قوية، روسيا قوية، عندها أسلحة نووية، روسيا عندها اقتصاد قوي، روسيا من أوائل الدول المصدرة للقمح في العالم، روسيا بتصدر السلاح، روسيا بتصنع السلاح، روسيا بتصنع صواريخ، روسيا بتصنع حتى المركبات الفضائية الأمريكية اللي بتطلع الفضاء. في قطع غيار الامريكان ما بيعملوهاش، لازم يجيبوها من الروس. في قطع معينه بتتحط في الصواريخ اللي بتطلع دي، دي صناعه روسيه. يعني هم اول ناس غزوا الفضاء، دي صناعه روسيه. فروسيا دوله قويه، وبوتين رجل قوي، رجل مخابراتي ثعلب. هل يحدث ذلك؟ هل ذلك ممكن يحدث حرب عالميه ثالثه؟ لا اعتقد، واعتقد ان الامور هتخلص، وهتخلص بشكل. لكن بوتين عايز يديهم درس، عايز يقول لهم انا موجود، زي ما قال لهم في سوريا انا موجود. امريكا قالت لبوتين ما تدخلش سوريا، ودخل سوريا، وما زال الاسد موجود لحد الوقت. ما تدخلوش ليبيا، دخلوا ليبيا وبعتوا قوات اللي هي ايه، القوات الكومانزو الخاصه بتاعتهم. فده بعض التحليل البسيط للفرق لغزو اوكرانيا، للفرق بين صدام حسين وبين بوتين. اكتبوا لنا رايكم في التعليقات، وشاركونا هذا الراي، ونتمنى طبعا الخير والسلام والصلح لجميع انحاء العالم يا رب العالمين، ونتمنى ان تنتهي. وهنا عايز اشيد بنقطه مهمه جدا اخيره، يعني نقطه مهمه جدا، عايز اشيد بالمملكه المغربيه في انها فورا وفورا وفورا استطاعت ان تجلي رعاياها والطلبه الموجودين في اوكرانيا. اعتقد ان ليس هناك احد مغربي موجود في اوكرانيا حاليا. حتى كانت روسيا عاتبت، روسيا او لا اوكرانيا كانت عاتبت المغرب، ازاي انتوا عملتوا كده وبتاع ومش عارف ايه. فنحن لازم برضو نشيد ايه، نشيد بان هي بعتت لهم وجابتهم وجابت الناس الموجودين في اوكرانيا. فعايزين نشيد بهذا الموقف وهذه السياسه المغربيه وهذه الخوف على شعبها والخوف على المواطن المغربي. واحنا شفنا الحمد لله رب العالمين، إن شوف في قصة ريان طفل المغرب حرك جبلا من أجله. فنحن نشيد بهذه السياسة الرشيدة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، إنه إيه، إنه جم الناس اللي موجودين في أوكرانيا حتى لا يحدث مكروه، ونندم عليه ونقول علاش ما جبناهمش، وعلاش مش عارف إيه، وليه ما قدرناش نتحرك بدري، وإحنا هذه الناس رخيصة عندنا. فأشوف الحمد لله رب العالمين والشكر لله. اكتبوا لنا يا جماعة رأيكم، وشاركونا في التعليقات في رأيكم فيما يحدث الآن، وإلى أين سوف تستمر هذه المعركة، وهل سوف تحدث حرب عالمية ثالثة، أو هل ينسحب بوتين، أو هل يضغط بوتين، إيه اللي هيحصل؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وإيه، وشكراً.